يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة قابل إن شاء الله تعالى مدارين إنه وحيكو سابسنتهاي رمضان مدرسة الأخلاق. رمضان كو ومدرسة لقبرته وحيالة فربضاً، لكن وحيالة أقوم ويمسان لقبرته وحاكم إذا أخلاق ذا كم الشهر الأخلاق الحسنة والشهادة ومدرسة مركو أرضي كقلن شبيه وكلتقيه شهاده وكسب آخركو هلو ودرجة آخركو قاده وحيكا قد سنتهي مدرسو ينكا يشامع دها أدونك شهاده ينكا لغا قاته ودرجة يجاه هي كسب الدنيا لغورة دي هذا واحد يركتل ما أنه أخلاق قيمة بدنا يعني بيشن كبرنا يا ما أنك قاضنا إنه وح أساس سوء صبرك سيد أصدرادت با وحلقوا مرعبا بيشن شهر الصبر بالين وبيشي صبرك صبرك نعيدي سسدح دعابا بشوا كتران دروس تام قادنا إنه كم يذهين الصبر على طاعة الله إلهي طاعة دي صلوه صبره ودروس تام بشن كبرنا عيلا لو حضر كيسا صنكي وأذك وأذو قاتشيسا عمتدي كودي ذي وأذو أومن بيه كودي ذي عبي تانك وأذو رير كاقي حاسكي حاسكاقي لتشوغا إن أذو تكتو كودي ذي يعني والصبر على طاعة الله هبينكي حذر كيسا وحان تكنينا هو يتمرق عضوت جزبا لغو تكنيا تهجد هدي لقار واكسي دير تواك بضان تهي انت والا تاقنانيا صبر على طاعة الله صبر عن معصية الله وانكبرنا اينايو وحيالة فربضان وبشر رمضان كهر ان قسن شرنون كدح شرني واكقو اينا بشر رمضان حيالة بضان ولقى يا معرب كأنه سمينا يي ابنها إنه يني سمينا ين بشر رمضان ولا نقعد عليه يضو حلي يضو كلنا أي ممنوع نقعد هيد بهذانا بشني سجوني يا وحي إن السينة ستربية وحي حرام إلهي حرم كفجو صن كعقول لا وعي كنبي جن النبي صلى الله عليه وسلم
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. روحان هذا الكحن هي دقنك يفعل كحن أن كتغن إلهي صومك صحوك فلماي إنو عنتك تغي عبيتان كتغن وحبكر دين ميس أجري أبال قدن كهلي ماي معنى هذا محيط هاي أخلاق ذي يدقنك حما أيا بشر رمضان خاصة صومك كاحة كميني أخلاق ذي وناكسني ذي ووحي وناكسنا وكفريا وركوا شهر الصبر على طاعة الله وشهر الصبر عن معصية الله وشهر الصبر على قضاء الله وقدره حي لو حي لها إلهي نو قدري أي نو كين أيوه بشن وحي لها كقب قادنا يكمل الروح إيمانك سمرك سيادك وبعه طبعا إنه إلهي وحو كوكياني ومصائب كصبراي وفضوداني سامركا ساسترادت فإذا ذا أقوة فإذوين كأقوة وين يدرسك أقوة مهم سنة بيشن كقادنا إنه وصبر كاسوا وانا رنتي فإذا قاد قاد قالوا نبي قالنا صلوات ربي وسلام عليه وحو ليهي ما أعطي أحد حديث صحيح البخاري ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر روح لمسين سيسمو كخير بدن أو كجدوين صبرك وح إلهي كسيو أخلاق إلهي كسيو وح وجوين وجوين وح كمد يا وح كمد الصبرك مركز دروس مهم كأي أخلاق ده مهم كبيشن كقادر إنه وح كمد وحيلا فربنا بينا بريس حيلا فربنا أي نقول تربيينس صبر كاسا مركا أساسه وحكم إذا وحيالها إنه كبرنا إنه بشن إنه الروح إسحكمين كره يعني ذاتك عاطفته كبضنتهاي وفعلته كبضنتهاي ومرول بنفتي سي الشيطان كحوق بدينهين بشن وحوكا قادنا يا درسي ضبط النص إن النفط هذا حكمين كرت والنفط هذا علين كرت والنفط هذا أتكا أدكت والنفط هذا أتكو ما مشو عقلك إيا علمك أكو ما مش أيضنا بيشنا أين برايس بيشن قده هيدان برانا أين وحينو كقادنا أين نبيقين صلوات ربي وسلام عليه وحويري إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب روح مالك وصومه يوصن أفحمك كعن قيلوا يمرن يوصن صمين فإن سابه أحد أو قاتله هذو الروح عايو أما الله تعلمه فليقل إني صائم هاي هذا هو صومنا بشر رمضان هذا صومنا ينوض بشر رمضان هذا كتيرين وحلي هذا كلا تشوكت روحي وحي أكو قيستي وحلق وأو قيسن كرتا في الجملة وجزاء سيئة سيئة مثلها انتي إن لأق وأو قيسن كرتا لكن هذه رمضان لتشوكه وحلو برايا اسحكمه اسعلي ادو لو قولا دغالم يا فرحه قادم ادو لو عايها عيتمن يا ادو عريسن اسعلي وركوا تربيه مهم وتربيه اد مهم واه نينكي حروري اها حروري يا اما جيل عبد الله نها او ان طبيعه سيك اهيت او ان ادكيسق لهين رمضان كو وحو بريا هذا اديغو لوغو ديبahay هذا نضل قال درسي با ليدا هذا مهمه او لو باهي روح نولشي سعاد او باهي لان ادونك هذا جوجتو وحال قونسته واي ميس وحو ان كو فضوليه واي ميس وح كو حد قدبنا واي ميس مركا وحال لوغ ليه واحد مرتا دنكا مسامحه دلقاتك اتكيسك اسكعفينت
dhankaas qaada la leeyahay ayadana waa darsi muhiim. In adigu ku bilowdo iska bedaa, in adigu caydii iyo xadgudubkii iyo dagaalkii ku bilowdo warkeeda lamaba hayaba. waxaa la leeyahay xataa haddii lagugu bilaabo ha iska celini. ya waxaa tidhahda waa soomanahay, allaahuma hadduu cifriid yahay oo uu waan soomanahaydii ay kari weydo markaa meel war kale way markaas war waan soomanahay hadday kari weydo iyo abhintaad iska abhinayso markaa waa war kale. laakiin asal ahaan waxa weeyaan gacan ha qaadin, adin ha qaadin, carab ha qaadin, dagaalamin, sabir, adkayso, iska saamax, isaga jeedso. waa darsi muhim. ilaahayna tabaaraka watacaala addoommadiisa wuxuu ugu jecel yahay addoonka ee saamixidda badan, dulqaadashada badan, isaga jeesada, cadhadiisa qariya. waalkaadimiina alghayd waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu lmuxsiniin. yacni dadka cadhada qarsada oo cadhadiisa markaaba ayna xubnuhu fulinin laakiin cadhadiisa ceshada yaa isagu isku caburiya, dadkana iska saamaxa. ilaahay dadkaasi waa jecel yahay tabaaraka watacaala. marka akhlaaq qiimo badan oo bishan ka faa'iidaysanayna wey oo aynu ka baranayno. akhlaaqda aan ka baranayno waxaa ka mid ah waxa la yidhaahda deeqsinimada. ninkii bakhayl ahaay oo gacan adkaa bishan barakaysa waxay baraysaa wax bixi. saas daraaddeed ayaa nabigeena dhow dhinac bay ka imaanaysa. inaad bishan deeqsi noqoto, gacantaad u furnaato, waxay ka imaanaysaa kow, qur-aankii baad akhrinaysa. qur-aanka markaad akhriskiisa badiso, macnihiisana aad fahmayso, wuxuu ku barayaa sadaqada bixi, gacantaadana fur. bishan markaynu soo galay sidaan soo sheegnay, sidii muxuu ahay xadiista nebigu tilmaamayso, shayaatiintii waa la xidhxidhay, shayaatiintii waa la xidhxidhay. maxay ka dhigan tahay? ruuxa inuu wax baxsado waxaa u diidan shayaanka. shayaankii ku diidanaa wax bixintana ee kaa hortaagnaana waa lagaa qabtay. qur-aankii kariimka ahaad oo akhrinaysood fahmaysana wuxuu ku leeyahy wax bixi. taasi waxay keenaysaa bisha barakaysan ee ramadaan inay sadaqadii infaaqu bato, oo waxay ina baraysaa deeqsinimada. saas daraaddeed fii saxiix albukhaari min xadiidi cabdillaahi bni cabaas nabigeenna sal allah alayh wasalam kaana ajwada annaas wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaan xiina yalqaahu jibriil. nabigu sal allah alayh wasalam si ahaantiisaba dadku ugu deeqsisanaa, deeqsinimadiisuna nabiga sal allah alayh wasalam waxay ugu badnayd marka bisha ramadaan la gaadho, la galo, marka jibriil la kulmo. jibriilna wuxuu la kulmi jiray ramadaankuu imaan jiray, markaasuu qur-aanka la darsi jiray. markuu qur-aanka la darso oo jibriil iyo nebi maxamed qur-aanka wada darsaan, nebigu sal allah alayh wasalam khayrka iyo wanaagga iyo sadaqada wuxuu uga degdeg badnaa yaa dabaylaha naxariista alla wadee degdegaya. dabayshaasi waa uga degdeg badnaa nebigu sal allah alayh wasalam khayrka iyo wanaagga. marka deeqdiisu waxay u badnayd bisha ramadaan markuu qur-aanka mudaaraseeyo oo jibriil la mudaaraseeyo. bakhaylnimadu marka iyo naftaada la jecladeedii gacan adeygeeda iyadana bishan ramadaan inaad ka baxdo, duruustaynu qaadanaynay ka mid taho ina barayso in gacantaadu furnaato, deeqsinimada aada isbarto, xataa markaagii hore haddaad bakhayl ahay. haddaad bakhaylnimada ka baxdo oo ilaahay tabaaraka watacaala dhaqanka iyo akhlaaqda xun kaa saaro oo deeqsinimo ku siiyana oo naftaadu ay noqoto naf deeq badan, waad liibaantay markaa. allah tabaaraka watacaala qur-aanka kariimku inoogu sheegay waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun. dadka naftooda bakhaylnimadeeda ruuxii laga celiyo oo laga ilaaliyo oo laga qabtaay, kuwaasaa liibaanay buu alla yidhi tabaaraka watacaala. naftaadu waxay bakhayl ku tahay khayr oo dhan, dabeecadeedu waa saas. khayr oo dhanna bakhayl bay ku tahay, shar oo dhanna deeqsi bay ku tahay. ina annafsa la ammaaratun bisuu, xumaan oo dhan deeqsi bay ku tahay, waa ku faraysaa waana kuugu deeqaysaa. laakiin wanaag oo dhan bakhayl bay ku tahay, inay xoolo bixiso,
inay akhlaaq wanaagsan bixiso, inay kaalmo bixiso, inay xoogaaga bixiso, inaad muxuu ahay cilmigaaga bixiso. wixii wanaagahaa inuu kaa baxay waa diidaysaa. marka haddii bakhaylnimadeedaasi lagaa qabto ilaahay kaa xifdiyo, waad liibantay. waxaan ka baranaynaa bishan marka waa bishii deeqsinimada, waa bishii nafta la bari lahaa deeqsinimada iyo waxbixinta iyo gacan furnaanta. marar fara badan ayaa dadka waxay moodaan marka laga hadlayo deeqsinimo iyo gacan hala furayo hala bixiyo, waxaa la fiiriyaa un dhanka taajiriinta. ya war nin taaj maanta masaajidka waxaa laga lahaa hee wax baxsada, haddaa annaga maxaa naga qusaya, taajir baa lala hadlahayay. war taajir keliya lalama hadlo. ya ruux kasta wax ilaahay siiyey baa jira, qiyaastu intay dooni ha dhannaato. adiga marka waxaa la rabaa ha isku tirinin un midka sidai soomaalidu dhihi jirtay xabaali qorisaar mooye qori ka qaad male. kuwa waxaa jira ayaga in la siiyo mooyaane aan siisma bixintaba aqooninba. ya war boqolka shinin ee jeebkaaga ku jira haddaad 20 shinin bixisaay waa deeqsinimo. bal nabigeennu sal alay wasalam waa midkuu yidhi marka la weydiiyey, uu yidhi afdalu sadaqati juhdulmuqil, mid wax yar haysta dadaalka uu dhiibaa sadaqo ugu fadli badan. ya wakiilaha sabaqa dirhamun alfa dirham, taajirkii kunka dirham bixiyey faqiirkii halka dirham bixiyey baa laga yaabaa inuu ka ajir bato. soo maarat saas daraaddeed baa nabigeena sal alay wasalam markuu saxaabada la hadlo nin iska fadhiisan jira ma jiro la dhahay dhihi jiray anugu muxuu anaaba baahanay adaa baahan, laakiin wax weeye yacni wax weeye aakharadaadana waad u baahantahay. saas daraaddeed waa in aan baranno deeqsinimada min albidaaya. ninka wax yarka ah ku bakhaylaay wax badanna uu ku bakhayli doonaa. masaladaa ogaada, ninka markuu waxoogaa yar haysto waxba laga soo saari waayo, haddii wax badanna la siiyana waxba lagama soo saari karo. laakiin inta yartaa markaad deeqsi ku tahay yaa ayaad inta badanna deeqsi ku noqon doontaa. bishani marka waa bishii yacni wax wey deeqsinimo aynu ka baranayna, waxaynu ka baranaynaa bishan oo akhlaaqda ugu badan ugu fiican aynu ka baranaynaa ka mid a waxa la yidhaahdo dabdu nafs. dabdu nafs ruuxu waxaan u jeedaa inuu indibaadka ruuxu inuu qorsho iyo nidaam iyo leeyahay, oo noloshan fawdada ahee aan nidaamsanayn ayay inaga saaraysaa. fiirsada waagii markuu baryo muxuu ahay xilli mucayanaan afuraynaa wax cunaynaa, maqribkii qoraxda markay dhacdo yaan afuraynaa, kama hormari karno. markaan afurno salaadii maribkaan tukanayna, cuntaa la raadsanaya, waa la soo noqonaya, cishaa la tukanaya, cishii markii la tukado taraawiixdii baa la tukanaya, taraawiixdii marka la tukado seexashaa la gelaya, hadho waa la soo kacay, waa la suxuuranaya, waqtigu waa jadwalaysan yahay, adiga dhanba waa lagu nidaamiyey. ninkii marka fawdo ku noolaa khudbada aan u sii socday ayaan iridda markaan ka soo galay baan dadka soo dhex maray. ishaydu waxay ku dhacday wiil dhallinyaro ah oo masaajidka dhex fadhiya, khudbadii baa la joogay, oo moobaylka u furan yahay, oo banooni ciyaaraya, war xilliga la joogo iyo waqtiga iyo munaasabadda
فنوني بو حكو عيارة يا يعني موبيل كده حدث يا وحصومي روح مرك عديك هذا يسوف يرسو موبيل كا أما الدريد ديسا أما قبشة ديسا استعمال كيسا انت وقتي او كا قاتت فيرس مرك عد فيرس او فيرسو تقريبا وقتي قاقا انتي سيبنا إساقا قادنا نالش هذا مرك تشدوليه adiga inuu lagu qabsado oo aad la haysto noqoto sax ma waasaynu badanahay way waa leena haysta waxaan ku jirnaa wax loo yaqaan itijaah ijbari ah waa qasban hayba nool yani wax weeyaan wax adigu nolosha waxa la rabaa inaad adigu maamulato waqtigaas programkaas ay igu jira waqtiga darsi baan muraajaxaysan adeer telefoon warkiis ma hayno waqtigaas quraan baan akhrisanaya telefoon iyo wax soo dhacay nin dalle shaqo kumali ilaa kuwan ku lugaynahay laftoodu dantooday leey nin baa xafiiskiisa fadhiya waa shaqaysanaya telefoon buu soo diray asaga hawshiisu ku jira taadina waa ka kala goynahay haye hebelow hawshiisu baad ka shaqaynaysaa taadina waa kala jirta sooma balaaya ku haysta marka waxaan rabaa inaad waqtiga ugu qorsheysiin waqtiga quraan baan akhristaa adeer telefoon lama qabto وقتك سلادة لتكذا وقتك وحبرشان كتيرا وقتك قناعسكم كتيرا يو تلفون كي يقوافرين حفيس كان فرديا يا رمضان كو حوين برا يو أدرسك دروس تقوم مهم سنة أدر نلوش هذا نلام سو أدوكونا التحكم وقتاليو ييسن كوتاليني يينكو مامولانيني أدوكو قتالي كعانت هذا كو حيسو وقفا يعني وقفا إيديسو أخرادا دي أدوكا وحيالا معلا يعني قفا إيدي دلهينا وقتك يوسن كاقال رمضان كان وحيالها ugu badan in ka faa'iideysanayna waxa kamida yaani bini aadamka iyo taamulkiis xargina masajidi wa abu xusan tahay ilahi fadhi tabaaraka wa ta'ala balaayadi ina haysatay iyo xabsiyadi aan ku jirnay qaar badan ka soo baxeen masajidi wa abu xuda aadankii oo dhicin butifi marki aadanka socdaan soo galay masajid meel aan ku tukado waa marmarka qaar koodna salaadaha kale asar ko kale soo asarato ma hayn xilliyada kale hadaad soo gasho xilliga aadanka waxa laga yabeena safka horeeshaba ya marka waa khayr weyn dadka sidana marka aad ula muamalooneyso iyo xiriiriga iyo jeerida iyo katilaabsiga iyo booska iyo waxani waxay ku baraysaa bini aadamka iyo sidee loola muamaloodaa ودرسي اجتماعي او مهم او اد كا قادانايسو عليليغان يا اسكو دحجيرك ودروسها لاغلا يماد حجك لاغلا يماد وا نينكي حروري غايو غوني او داق اهايو ميل فريسن جيريو لو غوغلي جيريو اسلانديسي غوريغيسا بشتا يقاناي يا واخ لو دياريو وخي لا وا يا ميل اسجيره او عمتدي لاسجيري او جيفكي لاسجيري او ايو وخه كو جيره هيا تقريبا 200 بل وحبضن بس كسو بدله رمضان كنا واسيدا سو كلوا حالتي مركه وحبضن با اخلاق ديني يا دقنكيني يا تعاملك دخدنا وحبضن با اسك بدله دروسهاس مركه انو كا قادنو وحاي ايمانيس رمضان كا مركو دمادو اناد كلا تكتو دقنكي جيديسن دقنكي خوري واد اس بدش صوما شلي رمضان انتو سن سو غلين سيداد اهيد يا رمضان كديف سيدا تاهي فرق ما ودخيه middaway midday marka nusuustu ka hadlayso salaf kuna ay ahaan jiray ridwanullahi alayhim ruuhu ramadaan haduu buxo ramadaan marku gudhiisa ku jirana maalinka ramadaan iyo maalmihiisa kale isku mid ma ramadaan haduu dhamaadana dhaqankii iyo akhlaaqdii iyo darsigii shahaadadu ramadaan ka soo qaatay ayaa ka qoyan iyar bay marka kaaga baabaysa hadaan si xoojinin iyar iyar kullum gas marka soo ramadaan ka sii fogaato xooga waa isdhimaysa waa sii dhimaysa waa sii dhimaysa magarad marka akhlaaq farabadan baynu ka baraneena ramadaanka iyo dhaqan kasto aad u farabadan oo wanaagsan oo ilaahay inoo dhaweeyaa adduunkeena lama faa'ad badan u leh inta aan tilmaanay iyo kala farabadan bale intaas insha Allah ta'ala kelimada aan ku gaba gabeeyno bidnillaahi tabaaraka wa ta'ala